ورحمة الله وبركاته. بداية فيديو جديد ضرب نار. الفيديو النهاردة زي ما وعدتكم هينزل تهكير برنامج تيوب ماين. فعشان نهكر برنامج تيوب ماين معلنا إلا حلين، نزل البرنامجين دول. برنامج إغلاق الإعلانات وهيفيدك جدا لموبايلك، مش هشغلك إعلانات اللي كل شوية تقرفك، وهيوقف إعلانات برنامج تيوب ماين. وبرنامج علامة السكرت ده لازم ننزله. هنفتح البرنامج ده هوريكو بيشتغل ازاي. هنروح عاملين له الاعدادات، نعمل اعدادات جاب كام 3000. هنعمل على الرقم ده يبقى 3900 زي ما انا عامل، وعدد الدورات 1000، ومقدار الوقت 24 ساعة. تمام، نعملها على كده. نروح عاملين عليها تمكين، هيظهر لك هكذا. هنشتغل ازاي على برنامج تيوب ماين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فين هو برنامج تيوب ماين؟ نجيب الفيديوهات اللي هي المشاهدة. اول حاجة عشان نقلل الجودة نشغل الفيديو عشان النت، عشان الباقه بتاعتنا ما بتخلصش والنت. فانت هتعمل دوت وتسيبه البرنامج شغال عليه، تسيب البرنامج شغال عليه تجيبه في النص كده. تمام، تسيب البرنامج شغال عليه وانت نايم وتكون عاملها كده وتروح مشغل. هنا بقى كان في حاجة بتقرفني جدا 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 جدا، اللي هي الاعلانات دي. انا نزلت لها برنامج بعد تنزيل برامج كتير من على بلاي مونتر، نزلت لها برنامج لازم تفعلوه عشان توقف الاعلانات. لو ما وقفتوش الاعلانات مش هيجمع لكم كوينز كتير. اصل مثلا ممكن اجمع 1000 كوينز يروح ظهر لك اعلان، هيفضل شغال الاعلان ويقف عليه، لازم انت تطلع. انما هنا هيروح واقف الاعلانات وهيفضل شغال فيديوهات ويجمع لك كوينز وانت نايم، وانت بتعمل اهو بقلب لوحده اهو. هاي دقيقتين شغل الفيديو شغال. تمام، هنوقف عشان ايه نوريكم. انتوا طبعا لو عايزين تعملوا حملات او كده زيادة المشتركين على برنامج تيوب ماين، انا منزل فيديو عندي وشرح بالتوضيح. هنطلع برا اهو، البرنامج على علامة صح فوق ده. هنشغل البرنامج ازاي اهو العلامة. بقول لك تم تأكيد هنا كاتب لك الحماية معطلة. احنا هنقفل البرنامج ده بقى ايه مش عايزين. هنا كاتب الحماية معطلة، انا هنعمل دي بس كده. تم تمكين الحماية. شوف عامل لي كام اعلانات محظورة، 13427 اعلان محظور، وتم حظر التتبع 37000، والبيانات المحفوظة حفظ لبيانات جيجا 34. يعني برنامج حلو جدا 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 لموبايلك، مش مهم برنامج تيوب ماين كمان ده مبرنا. وكده هنكون خلصنا حلقتنا اليوم. وكده هنكون خلصنا حلقتنا اليوم. وادي طريقة تهكير برنامج تيوب ماين. ما تنسانوش بالدعم وتفعيل زر الجرس واللايك وتعليق.